على القرار، أنت بنفسك ذكرت ذلك في حينه، كان هناك انسحاب فاجأ البعض، ولو أنه ربما كان متوقعا للبوليزاريو من منطقة الجرجرات. كيف تصنف هذه الخطوة؟ أولا التوضيحات، لا يمكن لمجلس الأمن الذي يسهر على حفظ الأمن والسلم الدوليين أن يقبل بأن توجد ميليشيات تهدد وتتحدى الأمم المتحدة. هذه المسألة في عمل الأمم المتحدة لا يمكن قبولها. المسألة الثانية، النقاشات التي سبقت القرار وبعد المسودة الأولى كان هناك نقاش حول هذه النقطة، حول مسألة إدانة البوليزاريو. نظرا لمجموعة من التوازنات والنقاشات، فالبوليزاريو اليوم هو مدان من الناحية الفعلية، على اعتبار أن القرار كله ركز على مسألة القرقارات أكثر من غيرها، وغادر، بمعنى غادر ساعة قبل أن يصدر القرار، ساعة قبل أن يصدر القرار. ولكن كيف نفسر هذه المسألة؟ والبوليزاريو بنى مجموعة من الأساطير خلال كل هذه المرحلة التي كان يتواجد فيها في هذه المنطقة العازلة التي يسميها البوليزاريو بمنطقة المحررة أو المناطق المحررة بين مزدوجتين، وهذا المصطلح لا وجود له. هذه المسألة الأولى، كيف يفسر؟ كان يتحدث على أنه موجود في مناطق محررة وأنه سيصل إلى المحيط الأطلسي، كان يوهم، بمعنى أنه بنى كثير من الأوهام لساكنة المخيمات، إلى درجة أنه بنى هذا الاعتقاد ساعة قبل أن يصدر قرار مجلس أمن يغادر المنطقة. ولكن كيف نفسر هذا؟ نقرأه في السياق ككل. وجود ميليشيات البوليزاريو في هذه المنطقة هو عبارة عن مخطط جزائري، هذا المخطط رسمه القائد صالح الذي كان يبحث عن حرب في هذه المنطقة. القوى الكبرى أدركت هذه المسألة، لهذا كان هذا الضغط وكان هذا النقاش، وكان هذا بمعنى النقاش حول مسودة أولى وحول مسودة حول المسودة الأولى، ثم خرج قرار يمكن أن نقول بأنه تغيرت فيه الصيغة فقط، لأنه لم يعد من الممكن مثلا أن يخرج في الصيغة الأولى والبوليزاريو يهرب من المنطقة. إذن هنا القوى الكبرى أدركت هذه الخطة، كان نقاش مع الجزائر، كان نقاش كبير جدا، الجزائر قامت بكل ما يمكن تصوره، صفقات، أبرمت كل هذه الأمور بمعنى اقتصادية وغيرها، إرشاءات من أجل أن لا يخرج في القرار إدانة للبوليزاريو. على مستوى القيادة العسكرية الجزائرية، أنت تقول سيمانار أن قايد صالح كان يريد حربا، لماذا يريد هذه الحرب؟ ثم هل هذا وضع المنطقة على شفير حرب فعليا؟ نفسر هذه المسألة بالصراع الجاري على السلطة داخل الجزائر. القيد صالح، وهذه المسألة قلناها مرارا، هو يقدم نفسه بأنه الرئيس الفعلي للجزائر. تفكيره العسكري هو يبحث عن حرب، لماذا؟ لكي يقدم نفسه بأنه رجل الأزمة داخل الجزائر، بمعنى السيناريو لكي يصل إلى السلطة فعليا. الآن هو يمارس، بمعنى أنه يمارس، ولكن لكي يصبح رئيس أمام كل العالم كان يحتاج إلى حرب. هذه الفكرة، مع العلم أنه يقدم نفسه للعديد من الدبلوماسيين بأنه حسم مع بوتفليقة وأنه هو الرئيس الفعلي الموجود، ولكن وحتى يحتاج إلى هذا الخروج. ربما تكون مغامرة. مغامرة، لأنه اليوم ماذا وقع داخل مجلس أمن؟ الكل، القوى الكبرى كانت تعرف هذه المسألة، انتبهت بأنه في الجزائر هناك ورقة وحيدة تلعبها الأطراف، وهي ورقة أطراف متصارعة على السلطة، وهي ورقة البوليزاريو. التقارب الموجود ما بين إبراهيم غالي والقايد صالح، ويبدو بأن هناك قوى أخرى داخل الجزائر غير راضية على هذا النوع من التقارب، جعلته يقوم بتوظيف هذه الورقة ويذهب يدفع بميليشيات البوليزاريو إلى المنطقة العازلة. القوى الكبرى، الأمم المتحدة، في عملية نقاشها كان هناك شرط واحد، بمعنى شرط واحد بني عليه القرار، وهو أن يتم انسحاب لميليشيات البوليزاريو من هذه المنطقة. البوليزاريو كان يبحث عن شيء آخر، والجزائر يريد أن يعوم هذه المسألة، لأنه اليوم مثلا إذا حاولنا أن نقرأ جيدا ماذا كان يريد البوليزاريو، يريد من مجلس أمن أن يغض الطرف عن هذا التواجد في هذه المنطقة،
وهذا العمل قامت به أيضا الجزائر، ولكن كل القوى الموجودة داخل مجلس الأمن، وأتحدث هنا بالخصوص عن القوى دائمة العضوية، فهي ناقشت أول ما ناقشت وهي أن هناك ميليشيا متواجدة في منطقة عازلة بمفهوم القانون الدولي يجب أن تنسحب. أكثر من ذلك، هي نظرت إلى المنطقة ككل واعتبرت بأن هذا التواجد يهدد الأمن والسلم الدوليين، على اعتبار أنه وراء البوليزاريو ووراء القيد صالح توجد هناك ما يسمى بتجمعات الإرهاب. إذن البوليزاريو غادر ساعة، وهذه يمكن أن نقرأها جيدا، هرب ساعة قبل قرار مجلس الأمن، وهو اليوم مثلا بعد أراد أن يتجنب إجراء ما، تجنب لأنه القرار كان سيخرج بمعنى بنفس الصيغه التي جاءت في تقرير غوتيريس، كان سيشير الى هذه النقطه بمعنى ان يامر بعمليه الانسحاب. هنا لا ننسى بان بصمات غوتيريس في تقريره واضحه في القرار، وهذا كان نقاش، معنى هناك دول حاولت ان تحل هذا المشكل قبل ان يصدر القرار. لهذا كان هناك ضغط كبير على الجزائر وضغط كبير على البوليزاريو من أجل أن يغادر هذه المنطقة العازلة، واليوم كل الأساطير التي بناها هي انهارت، بمعنى الفكرة ديال صور ديال إبراهيم غالي على المحيط الأطلسي، وأيضا تواجد ميليشيات البوليزاريو بأسماء سيارات جزائرية مصبوغة لون جزائرية وضيف إليها بعض الألوان الأخرى مثلا، كل هذه الأمور هي اليوم عادت، بمعنى رجعت إلى مكانها. ولكن الخطير اليوم وهو السؤال المطروح داخل المخيمات، ماذا ستقول قيادة البوليزاريو لساكنة المخيمات؟ يعني كيف سيكون وقع هذه الانتكاسات المتتالية دكتور سليمي على قيادة البوليزاريو خصوصا في المخيمات كما ذكرت؟ من الناحية السيكولوجية سنويا ساكنة المخيمات، وهنا أقصد بساكنة المخيمات صحراويين، لأن المخيمات اليوم فيها صحراويون وهم أشخاص قليلون، وفيها أشخاص جمعتهم الجزائر من موريتانيا وجمعتهم من مالي ومن تشاد كلهم، حتى ممثل البوليزاريو الذي يتحدث من باريس فهو موريتاني، ولد في نواديبو وهو أصله موريتاني، وقبل سنوات المغرب أيضا عاد هؤلاء بالمرتزقة موريتاني، معنى أن هناك أشخاص القليلون الموجودون مثلا اليوم كانوا ينتظرون كل سنة يقال لهم بأنه سيتم حل المشكل وتعطاهم أوهام. اليوم هناك هذه الأوهام تتبدد، وأضيف إليها شيء جديد، وهو لما دفعت بهذه الميليشيات معنا ارتفع سقف الاعتقاد داخل المخيمات، ومتوقع اليوم أن بدأ رد الفعل، وقد بدأت احتجاجات من طرف مجموعة من الشباب يبحثون عن تفسيرات لماذا وقع هذا الهروب، يبحثون عن تفسيرات، وسيكون هناك رد فعل، بل ان هناك من يتوقع بان ما وقع في سنه 1988 انتفاضه المخيمات هي في الافق خلال الاسابيع المقبله. الدكتور عبد الرحيم منار سليمي رئيس المركز المغربي للدراسات الامنيه وتحليل السياسات، نشكرك جزيل الشكر.